قال يقول الآن أصبح يعني الناس يشترون مع الإحرام حذاء خاص للعمرة، هو نظيف وجديد ومخصص فقط لأجل الطواف حتى ما يطوف الإنسان مباشرة على الرخام، ما حكم استخدام مثل هذا الحذاء لأجل العمرة؟ أصل استخدام الحذاء جائز من حيث الأصل، ولكن هو قد يمنع، يعني إما منعا نظاميا الجهات ما تمنع لا تسمح بالأحذية بذلك، وكذلك الناس أدبا، فإذا كان هذا يعني حذاء جديد أو نظيف أو مغسول ونحو ذلك وهو يحتاج إليه فلا بأس بهذا. وهناك رقعة الآن ظهرت خرجت صارت تلصق بالقدم فيها لدائن وأشبه بالإسفنج أيضا عدة طبقات مثل اللاصق على القدم، ولا تثير الإشكالات عند الناس. الحقيقة الإشكال الوحيد ربما هو ربما عدم استمزاج الناس لذلك أو استكراههم لهذا الأمر، وأحيانا قد يكون فيه أذية للناس بهذا الحذاء إذا كان فيه حواف أو شيء قد يؤذي الطائفين عند الزحام، فيعني يمتنع لهذا السبب. أما من كان مريضا أو عنده إشكال فإن شاء الله الأمر واسع، وبعضهم يجعلها في كيس نعم. قماش أبيض هذا مناسب ده. فقط يا سعيد نود أن نؤكد على ضرورة مراجعة الجهات المختصة في رئاسة الحرمين الشريفين لأجل أخذ التعليمات بهذا الأمر للتأكد من أن هذا الأمر هل هو مسموح أو غير مسموح، وإنما الجواب هنا هو جواب عام فيما يتعلق بهذا الحكم.